قبل ما ننتقل نحن وياكم لعند الشيف حسين لحتى نكون ببقيه التحضيرات لاطباقنا لليوم، رح نروح نحن وياكم بهالجوله على صالات السينما. What's the difference between a bad guy and a good guy who does bad things? Where's the line between white lie and outright evil? I want you to play rough. I want you to claw their eyes out. Do you remember Joe Hunt I was telling you about? Joe is a genius. I would love to hear your investment strategy. Gentlemen. ضمن أفلام الأسبوع Billionaire Boys Club، المبني على قصة حقيقية عن مجموعة شباب أغنياء بلوس أنجلوس ببداية الثمانينات. بيشتغلوا على مشروع للربح السريع، بيتبين أنه غير قانوني وبيؤدي لمشاكل خطيرة. مع أنسل ألغورت، كيفن سبيسي، تارون أجرتون وأما روبرتس. You are a convicted felon, Mr. Hoskins. You are now that until proven otherwise. How? Prove otherwise at all times. Not enough. Stop! Don't shoot! Don't shoot! والفيلم الدرامي Blind Spotting عن رجل أسود بيتم اختباره لإعادة تقييم علاقته مع أقرب صديق لإله. البطولة لدافيد ديغز ورافائيل كازال اللي قاموا بكتابة قصة الفيلم. Every time you come around, you monsters got me feeling like a monster in my own town. The revenge of our fallen brother. الضابط يتحبس مع ماركة تومة التعدي على ضابط مصر. الجنرال أدم ممكن ياخدهم بس بعد المحاكمة. يقدر ياخدهم دلوقتي ومن هنا. معاك ساعة واحدة بس. جوزيف بيك، الجيش الإنجليزي بيتحرك ناحية الاسم. وفيلم الأكشن المصري حرب كرموز عن ضابط بالشرطة المصرية مقيم بحي كرموز بالإسكندرية، وبتصير أحداث الفيلم خلال فترة حكم الملك فاروق قبل ثورة 52 بوقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، مع أمير كرارة، محمود حميدة وغادة عبد الرازق. Before he stunned the world with his genius in arts and science, Leo da Vinci was a boy who liked to invent. Hold on tight, Lorenzo! We're flying! You're right, Leo! We are flying! Not flying! Flying! He also admired, art. Are you gonna do something or just stare all day? So did you even get her name? What? وفيلم الانيميشن Leo da Vinci Mission Mona Lisa. بتصير أحداث الفيلم خلال العصور الوسطى بإيطاليا، وقت اللي كان ليوناردو دافنشي بعده ولد صغير وكان يحب يخترع آلات متطورة، وعايش بسعادة مع أقرب صديق لإله لورينزو وحبيبته ليزا، وكان بوقتها مغروم فيها بالسر، بأصوات جوني يونغ بوتش، شيران لي وغيرهم. Now to capture Leo. Leo da Vinci, Mission Mona Lisa. هيدي كانت جولتنا على صالات السينما، ومثل ما وعدتكم فورا رح ننتقل لعند الشيف حسين نتابع تحضيراتنا مع رشيد ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا اربع وصفات مشاهدينا بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح، طبعا وصفات كتير طيبة وسهلة التحضير. عنا لليوم تارت الخضار بالإضافة للكفتة مع البتنجان والبندورة، كمان وكمان في عنا طبق الحلو اللي هو كرات التيراميسو، كمان مشاهدينا في عنا لفائف المسخن الدجاج. هول هن وصفاتنا طبعا مثل ما خبرتكم بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح، شيء أشرف على نهايته، شيء بالفرن، شيء طلع وصار جاهز عنا. أنا وياكم دغري رح ننتقل لنحضر التارت بالخضار. بالنسبة للتارت بالخضار، أول شيء حضرنا العجينة بأول فقرة من فقرات رشة ملح العجينة
لكن مشاهدينا صارت جاهزة عنا، بس طبعا بعد ما حضرنا الحشوة. الحشوة هي عبارة عن ملفوف بالإضافة للجزر، وأيضا رح نضيف كمان من الباذنجان. أول شيء منحط زيت زيتون، لكن مثل ما شفتوا ضفنا من زيت الزيتون، أيضا بستعين بالجزر وبستعين بالملفوف. هون بذكر كل المشاهدين فيكن تحطوا محل الملفوف، فيكن تحطوا خس، والمقادير اللي رح تشوفوها على الشاشة طبعا فيها خس، لكن عندي جزر. بالبداية أنا مشاهدينا بلشت بالجزر، بقطع الجزر مربعات بهالشكل. رح نشوف المقادير، طارت بالخضار رح تمرق قدامنا لكن على الشاشة. هون الجزر عم بفرمون بهالشكل هيدا. اوكي، رح ضيف الجزر لزيت الزيتون، رح نضيف غير الجزر بصل، ورح نضيف كمان غير البصل باذنجان، وايضا رح نضيف من الملفوف، لكن عندي باذنجان كمان بهالشكل. حطينا الجزر، اخذنا كميه من الباذنجان، ايضا مربعات كمان بضيفهم فوق الجزرات. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. جزر، ايضا عندي من الباذنجان، عنا كمان وكمان بصل، رح ضيف ايضا من البصل، ونرجع بعد ما نشيلهم عن النار منضيف لقلهم مايونيز، بيعطوا نكهة كتير طيبة. ما بدنا ننسى كمان رح ضيف ملفوف. برجع بذكركم ما تنسوا اذا بدكم فيكم تضيفوا ايضا مشاهدينا من الخس، لكن بلشت بالبصل، كمان رح ضيف البصل لهالوصفة. اوكي طيب، هول البصلات ضفناهم، صار عندي خليط عبارة عن زيت زيتون، عن بصل، عن جزر، وبالإضافة للباذنجان. هيدا الخليط قدامنا على النار. اوكي طيب، العجينة حضرناها بأول فقرة من فقرات رشة ملح. العجينة مشاهدينا حطينا بالخلاط الكهربائي الزبدة، ضفنا الطحين، ضفنا بصل بودرة، ضفنا توم بودرة، ايضا بالاضافه للاعشاب المجففه مع رشه ملح ومي متلجه. كلهم خلطناهم، حصلنا على عجينه متماسكه. بعد ما حصلنا على عجينه متماسكه بهالشكل، خلينا نفرجيكم العجينه. هيدي هي العجينه، لكن طلعت عندي بهالشكل. لكن مشاهدينا هيدي العجينه اللي حضرناها باول فقره من فقرات رشه ملح. العجينه لكن بهالشكل، رقيناها، قطعناها، حطيناها بصينية الكب كيك لحتى أخذنا الشكل الحلو. هيدا الشكل اللي أخذناه من صينية الكب كيك. وهون عندي التارت جاهزين لحتى نحشيهم أنا وياكم بالخضار الموجودين عنا هلأ على النار، اللي حطيناهم البصل مع الجزر مع أيضا الباذنجان. هول كلهم زدناهم لحتى نضيفهم بقلب العجينة. طبعا بضل في عنا الملفوف، رح نضيف كمان مشاهدينا من الملفوف. بهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح احط الصلصة على النار، صلصة الكفتة. كمان بالنسبة لصلصة الكفتة والباذنجان منحط طنجرة على النار، كمان وكمان مشاهدينا فيها ايضا من زيت الزيتون، ومنضيف لها من التوم. لكن عندي زيت زيتون وعندي توم. بلشنا هون بالكفتة او بصلصة الكفتة، صلصة الكفتة اللي هي الكفتة الموجودة بالفرن عنا مع الباذنجان، موجودة كمان وكمان مشاهدينا مع البصل ومع البندورة. طيب هون التومات، بضيف توم لزيت الزيتون بهالشكل. اوكي طيب،
منحضر الملفوف. رح جيب أنا كمان من الملفوف. ناخد كمية صغيرة من الملفوف منضيفة. أوكي. مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا عم نحضر الملفوف. لضيف كمان الملفوف فوق الخضار. طبعا هيدا الملفوف. وايضا بضل في عنا كمان توم. اوكي. بضل في عنا ايضا من التوم. رح ضيف كمان توم انا ده الخليط. اوكي. طيب. لكن الحشوة هي عبارة عن جزر، عن باذنجان، عن فليفلة، عن بصل، عن ثوم. هيدي المكونات كلها صارت موجودة عنا، بالإضافة لرشة ملح، بالإضافة لرشة فلفل أبيض، ومنقلبهم. هيدا الخليط صار جاهز. نترك شوي الملفوف لحتى يدبل، نرجع منطفي النار ومنضيف لألون مشاهدينا مايونيز لهالخليط. أما بالنسبة للطنجرة الثانية، الطنجرة الثانية تبلبل زيت زيتون بالإضافة للثوم. رح أجي ضيف أنا بندورة مطحونة. بقلي البندورة المطحونة معهم. رح ضيف كمان من المي. ايضا رح ضيف ملح، رب البندورة، كمان منضيف ايضا مشاهدينا من الفلفل، منضيف كمان عندي شو راح نضيف. لكن حطينا بندورة مطحونة، حطينا رب البندورة، حطينا مي، حطينا ملح، حطينا فلفل، حطينا ثوم، زيت زيتون. هون راح ضيف التمر الهندي. لكن راح ضيف تمر الهندي لهيدا الخليط مثل ما عم بتشوفوا. ضفنا لكن مشاهدينا التمر الهندي فوق الصلصة. التمر الهندي بيعطي نكهة كثير طيبة مع هيدي الصلصة. طيب هيدي الصلصة صارت جاهزة، نتركها لحتى تغلي وتعقد مع بعضها. طبعا بعد ما كنا حاطين لها رب البندورة، رب البندورة بيخليها تعقد. اما بنجي للطبق اللي عم نحضره، صار جاهز عنا، منطفي النار تحتهم. لكن طفينا النار تحت هيدا الخليط. رح روح جيب المايونيز واخلط انا هيدا الخليط مع المايونيز. طيب لكن هيدي نحن اللي عم نحضرها حشوة تارت الخضار. مثل ما عم بتشوفوا ضفنا مايونيز ونخلطهم بهالشكل. هاي الحشوة حشوة الخضار للتارت. لكن هيدا طبق. طبعا فيكن انتم ما تحطوا مايونيز، ما عندكم اي مشكله، فيكن تستعينوا بالخردل محل المايونيز. لكل اللي ما بيحب المايونيز او الفيجيتيريان فيكن تحطوا خردل. لكن مشاهدينا رح بلش احشي انا التارت. خلينا نحشي التارت بهالشكل هيدا. اوكي. مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بحشي البسكوي او عم بحشي عجينه التارت اللي حضرناها باول فقره من فقرات رشة ملح. عم بحشيها بهالشكل مع هيدا الخليط. طبعا طبق، برجع بذكر كل المشاهدين، طبق كتير طيب وطبق صحي. مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نحشيه هون بهالشكل. اوكي. مع الملفوف، مع البصل، مع الجزر، مع حاطين كمان ايضا
من الباذنجان والمايونيز. هلا هون بذكر كل المشاهدين فيكم تشيلوا المايونيز تحطوا او خردل او تحطوا كمان مشاهدينا من الجبنه المرهميه. كمان مش غلط اذا حطينا جبنه مرهميه بناخذ نكهه كثير طيبه من الجبنه المرهميه. لكن طبق برجع بذكركم طيب طبق شهي وحضرناه بطريقه كثير سريعه. حضرنا الخضار اما العجينه حضرناها باول فقره من فقرات رشه ملح. طبعا بذكر المشاهدين بهيدي العجينه او فيكم تجيبوا عجينه الميلفي او الباف بيستري تحضروها بعجينه الميلفي او الباف بيستري. انا حضرتهم بهالشكل. طيب رح نجي لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا كيف حضرناه رح زينه. اوكي رح زين هيدا الخليط بهالشكل مع الشومر او اكليل الجبل وبخبركم بعد شوي عن هالوصفه وباقي الوصفات بالتفصيل. خلينا نتوقف نحن وياكم مشاهدينا مع بريك قصير وبنرجع سوا.